راح يكون معنا الأستاذ جهاد اليافعي وحدثنا هو أحد قادة المجموعات في برنامج السيطرة، البرنامج الجديد على قناة ماسة. مساك الله بالخير أستاذ جهاد. مساك الله بالنور السرور يا حبيب الغالي. يا مرحبا منورنا. أنت تكلمنا من كرتون يا أستاذ جهاد؟ لا من بوق. لا يا غالي من يعني كرتون. لا دحين احنا من كرتونين اصلا. ولا يعني حاط سماعه في اذنك؟ حاط سماعه صح؟ تبغون اشيلها؟ يا سلام شوف كيف جديده السماعه وايرلس شكلها ما هي اصليه. لو تكلمنا على طول عشان يصير صوتك اوضح بس يا حبيبي. طيب كذا واضح يا حبيبي. يا سلام فكيت الاقتران. الله يحييك ويبارك فيك. عوده من جديد حبيبنا جهاد للشاشه وعن طريق قناه ماسة وبالتحديد برنامج السيطره. انت قائد الفريق المشارك في هالبرنامج يمثل برنامج السارية. صحيح. حلو. قول لنا طيب الفكرة بما أنك فاهمها يعني أكثر مننا. هو البرنامج يجمع أكثر من برنامج موجود في قناة المجد يعني كان يجمع همتون والسارية والمجرة ويعني الظاهر أنها في تنافسات بين الثلاث مجموعات للبرنامج ويعني إن شاء الله يكون الفكرة يعني مختلف شوي عن البرامج الموجودة وكان يجمع النجوم الموجودين في كل البرامج القوية في المجد يعني. طيب ممكن نعرف مين اللي معاك من برنامج السارية ولا ما يمكن؟ والله هو غير مصرح لنا نحن. وش اللي غير مصرح؟ ما في اسمه غير مصرح يا جاهل. انت الحين معي على الهواء وقول لي لو اسم واحد. طيب ما عليك الان يعني السارية كم موسم؟ ثلاث مواسم صح؟ وكل موسم كان فيه 12 مشاركة و14 مشاركة 14 في ثلاثة كم؟ قول انا واحد منهم. ما شاء الله عليك. لا احنا اللي مشاركين معانا في السارية ثلاثة فقط. ممتاز. قول لنا واحد منهم. ما هو صرح لي. مين قال لك مو مصرح لك؟ الكبير قوي. الكبير الله. قول لنا طيب واحد. احنا انت القائد ما قلنا لك قول اسماء الثلاثة. يا شو اسمه دقونا على محمد جمال ونرجع عادي ناخذ تصريح منه. قول لنا واحد من المشاركين معك في السارية. والله في حيكون معايا فارس السيد. فارس السيد ممتاز. هذا كان في كان مع النشامة مع وليد بصالح اتوقع صح؟ اي نعم. حلو. هذا الاول. الثاني خلاص والله انا صراحه ساكت قاعد اقول الله يعينك جهاد صراحه. لا جهاد يعني ينفع ما تقول لنا اثنين على الاقل. واحد خليه مفاجاه. اثنين يعني على الاقل من الطحاطيح مثلا. والثالث خلي الناس يخمنوه. ماشي ترى والله حتعطيك يعني شو اكثر وحماس. قل لي مين الثاني. تبغى انا اقول لك المشاركين كلهم؟ لا 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 بس واحد ثاني بس عشان يا جهاد. والله يا غالي انه يعني خلوهم فاجئ. لا 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 انت بس قل لي الثاني وصدقني والله العظيم حتدعي لي. قل لي الثاني مين. صدقني ما هو يعني ترى كذا حنطول. قل لي اسم الثاني مين. ما حقول لك. لا لا ليه يا جهاد ليه؟ بعدين طبعا بيني وبينك مشاكل. طيب ماشي خلاص قول لي يا بيني وبينك. طيب وكلهم من السائب من الطحاطيح ولا من النشامه يا حبيبي؟ طيب حالي. طيب قول لي وش طيب ايش مجهز افكار جديده للبرنامج؟ والله ان شاء الله ان احنا نطلع بقالب مختلف ونطلع بافكار جديده يعني غير البرامج السابقه وان احنا نسعى يعني ان شاء الله ان الله ييسر يعني شيء يكون مميز يليق بجمهور قناه المجد والقناه يعني بشكل كامل. طيب استاذ جهاد احنا ودنا نتوجه في الاخير رساله لمنافسيك سواء كانوا في برنامج المجره او حتى في همثون. انا الشباب يعني يعتبوا علي اني احيانا اكون يعني مستفز شويه في توجيه الرسائل يعني للمنافسين مع اني انا يعني عارف ان احنا كلنا اخوان وكلنا يعني في نفس المركب ولا في نفس هذا لكن احيانا الحماس والمنافسه تتطلب ان الواحد يعني يكون شويه يعني عنده هذه الروح المستفزه الجميله يعني مش فاحنا نقول ان شاء الله باذن الله يعني راح يعني نقدم شيء يعني ينافس وانتظروا الجديد ان شاء الله. طيب يا استاذ جهاد غلقت الكلام الرسمي حقك خلاص وسنقدم اعطنا اسم الثاني بالله. ايش تبغى انت؟ ليش زعلان؟ انت مو عارف يعني؟ طيب صلي يعني والله الجمهور ينتظر لان احنا مسويين مسابقه والله مسويين مسابقه يا جهاد. انت بس يمكن تبغاني اقول الاجوبه؟ لا 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 بس انت قول لي الاسم الثاني مين؟ ليش يعني؟ احنا حنعلن في نهايه الحلقه يا حبيبي بس انت قول لي الاسم مين عشان المسابقه عشان الناس تفوز؟ ايوه يعني لازم اشرح لك. قول لي الاسم الثاني. طيب انا بقول لك حاجه ها
خلاص اعطيتك اسمه فارس السيد، الباقي خذه من المدير، مدير القناه. من فين؟ الباقي كلهم من وين؟ من مدير القناه. من مدير لا يا جهاد. طيب جهاد ماشي، هو يمكن انت يمكن ما استوعبت علي. مدري ايش حسيت انك ساعات الصفر، مو راضي، حسيت انك ساعات. طيب اسال جاي هذا الاحساس. شكرا لك يا جهاد، يعطيك العافيه، وان شاء الله نشوف باذن الله حاجه حلوه. طبعا جهاد